ما اريد نوصل لدرجة الاطمئنان، خاصة انه المنظومة الامنية يجب ان تكون دائما متاهبة وتكون عيونها مفتوحة وتراقب كل التطورات بعين يعني المسؤول، خاصة انه الاوضاع الدولية الاوضاع السياسية عادة ما تفرض او تلقي بظلالها على الواقع العراقي. فبالتالي الأمور حاليا يعني الحمد لله والشكر يعني الوضع مستقر، ما عندنا يعني مؤشرات على استهداف الوضع الأمني بالمحافظة. الوضع العام بالعراق كله جيد، نعتقد أنه الاستقرار السياسي، الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار النسيج المجتمعي بشكل عام هو يعني عادة ما يلقي بظلاله أو يكون مؤثر بطريقة أو بأخرى على الوضع الأمني. لذلك يعني مسؤوليتنا جميعا تكون يعني تضامنية على أن نحافظ على هذه الدرجة من الأمان والاستقرار من خلال أن يعمل كل شخص في محيطه، سواء كان من محيط العائلة صعودا، أن ما يخلق مشاكل أو ما يدخل في إثنيات معينة. فرض القانون نعتقد هو الوسيلة الوحيدة لأن يعني يعم الأمن والأمان. كل دول العالم استقرت بعد أن صار عندها يقين أنه القانون هو الحل الوحيد وهو المظلة وهو الخيمة اللي يستظل بظلالها الجميع بعدالة. فلذلك احنا حقيقة يعني من خلالكم أولا نشكر حضوركم ونشكر دعمكم ونشكر رؤيتكم السياسية للوضع، ونتمنى أنه كل الأحزاب السياسية تكون عندها نفس الرؤية وتطبق أيضا على أرض الواقع، ليست فقط شعارات. قيادة شرطة بابل إن شاء الله للجميع، قيادة شرطة بابل بأبنائها أنه دائما تحرص على تحافظ على أمن وسلامة المواطن العراقي البابلي بكل مسمياته، بغض النظر عن كل ما يحاول السياسيين المنتفعين أن يجرون لإثنيات معينة. نعتقد أنه مسؤوليتنا جميعا أن نكون عراقيين بالدرجة الأولى، ما ننجر لكل التسميات اللي حاولوا أعداء العراق أنه يقسمون العراق سواء طائفيا قوميا مناطقيا إلى آخره. بالتالي قيادة شرطة بابل إن شاء الله عازمة على أن تكون عند حسن ظن أهل بابل، وأهلا وسهلا ومرحبا.